بسم الله بسم الله عليكم. هيك بتعطيها طعم مميزة، في كتير عالم ما بتحط لها هيك. العصفر بنحط تقريبا شي معلقتين كبار. هلا عندي هون الطبخة انتهت، تعالوا شوفوا. هون عبيته مي، هلا حضيف عليهم معلقتين من الملح. لكل كيلو حزيد عليهم 3 ارباع كباية من الرز. هون عندي زدت انا 3 كبايات رز، لانه هون عندي انا 3 كيلو. هلا عم غسل الرزات عندي هون بالمي لحتى اتخلص من النشا اللي فيه. بغسلهم شي 3-4 مرات وبخليهم منقوعين لمدة 10 دقائق تقريبا. هلا لبين ما ينتقعوا الرزات عندي لمدة 10 دقائق، رح روح عند اللحام ووصي على لحمة تكون خشنة. أنا بحب اللحمة تكون معها خشنة، وحصريا تكون هبرة بلا لحم. السلام عليكم. هلا هيدي اللحمات صاروا هون، حنروح على المطبخ ونعملهم فورا. هلا بجيب الكوساية بنفوت. تعالوا شوفوا، قربوا قربوا شوي، شوف. بسم الله، هيك على مهلكم على مهلكم. بسم الله، هيك على مهلكم شوي شوي، كأنكم عم تتسللوا تسلل لجوا. بتبلشوا تسحبون لهول. انا برايي تعرفوا شو، جيبوهم جاهزين والله اسرع لكم واخف عجقه عليكم. هلا حفرجيكم كوساية تانية كمان. هيدي خلصنا منها، نرجع على التانية. بسم الله، شايفين مهلكم شوي شوي لحتى الكوساية ما تنكسر معكم. اللي وصل معي لهون يحط لايك هلا للفيديو، ما تنسوا تشيروا لرفقاتكم كمان. عن جد وصفي هيدي محاشي رائع، هاي الأصلية. بيرجع عنا الباذنجان. هذا الباذنجان مع المحاشي جدا جدا مهم، بيعطي طعم مميز للمحاشي. برجع بدي اضيف معه هلا شغله كثير مهمه. خلينا نخلص هلا اول شيء الباذنجانات. هاي مثل ما انكم شايفين هلا عم نشيل اللب كله من جوا، عم هكون كمان عليها شوي شوي لحتى ما تنفخت عنكم. اللحمه اللي جبناها عند اللحام شوفوا، هبره هبره على الاخر، ما فيها ولا نقطه دهن جبتها. البهارات كتير منيح، رح حط رشة من فلفل الأسود، هيدا فلفل أسود عندي، ما تستغربوا ليش هيك لونه، هيدا الأصلي. حأرجع أضيف معهم كمان هلا معلقة بهار حلو، هيدا عندي البهار الحلو هون، حأرجع أضيف معهم تقريبا ملعقة كبيرة. بيرجع عندي هون القرفة، حضيف معهم رشة صغيرة من القرفة. وهي بيرجع عندي هون نعناع اليابس، هيدا كتروا نعناع يابس بيعطيه طعمة عن جد كتير كتير طيبة. انسوا اهم شيء الكركم. انسوا هلا الكمون الخشن، هذا الكمون الخشن بيعطيه طعمة كتير مميزة بقلب الكوسة المحشي. انسوا العصفر، بنحط تقريبا شي معلقتين كبار من العصفر، وحارجع اضيف عندي الكمون الناعم غير اللي حطيناه من شوي، هداك خشن هيدا ناعم. معهم 3 معالق من الملح او حسب الرغبة. عندي هون رشة صغيرة من السكر، ضيف معهم شوية من زيت المازولا. هاي المكونات صارت كلها هون موجودة. هلا بدي اخلطهم كثير منيح. شوفوا عندي اللحمة وعندي هون الرز والبهارات، ريحتها هي بعد ما انحطت على النار. شوفوا عندي كمان هون الرز اللي نقعناه مع بعض، صفيته كثير منيح من المي اللي فيه، وهلا عم بخلطهم.
رائع الأكلة. هون عندي طنجرة وحطيت عليها نص لتر من المي. بتعصروا بندورة بتخليه بالفريزر جاهز، حضيفهم فوق المي. عندي هلا عندي هون رب البندورة، رح ضيف معهم 3 معالق كبار او معجون الطماطم، شو بتسموه ببلدكم خبروني بالتعليقات. هاي 3 معالق كبار، بسم الله. نرجع نحركهم. هون قشرت راسين من الثوم، وهلا بدي احط لهم شوية ملح وبدي دقهم نص دقة، ما راح اهرسهم على الاخر، خليكم معي بالفيديو. تلاقوا كيف دقيتهم، ما نعمتهم كثير، خليتهم مثل شقف كبيرة، حسقطها عندي فوق المية البندورة. نضيف هلا فوق المرقة تقريبا 3 معالق كبار نعناع يابس. هلا انتقلنا لمرحلة الحشي. عندي هون الكوساي، شوفوها، حنبلش نحشيها. بسم الله الرحمن الرحيم، بهذا الشكل. طبعا ما بتحشوها كلها، عندي الرز هلا على الطبخ بده ينفش. هلا بنخلي تقريبا هاي المسافة الاصبع الصغير، ما بنحشيها، بدها شوية صغيرة. وهلا هيك تمام، نرجع بنغطيها، هي الغطا تبعيتها، بنغطيها وبنخليها على جنب. هلا هرجع اعمل وحدة، هاي الكبيرة حتكون كمان. بسم الله. حاولوا ما تكتروا الرز بقلبها، لانه مثل ما خبرتكم الرز بده ينفش اثناء الطبخ. هيك تمام، شايفين؟ ويرجع عندي الغطا تبع الكوسة وانا احتفظت فيه، انا هرجع سكرها فيها بهذا الشكل وخليها على جنب. او بس تغلي عنكم هون المي، رجعوا بتعملوا دغري، بس تخلصوا فورا سقطوها. بسم الله. هلا بنبلش نسقط الكوسايات. هاي سقطها هون، هاي الباذنجان كمان نفس الشيء، كمان ما بنحشيه كله. بسم الله. يا هين هالأكلة. شايفين؟ وبنرجع بنغطيها كمان بالغطا. حسقطها عندي بالمي. بسم الله. هلا عندي هون الورق العنب، هلا رح حطها بقلب الصحن. هلا رح احط لها هيدي الحشوة، ما بتكتروا بقلبها. نرجع ناخذها بهذا الشكل، يا عيني الريحة، بدي اياها تستوي الأكلة. برجع بلفها مثل ما انتم شايفين. بسم الله. شايفين بهذا الشكل؟ شوفوا هلا لفت عندي الكمية هون كلياتها، فرجيهم. ليمونة قشرتها وراح احطها بقلب المرقة تبع الكوسة، هيك بتعطيها طعمة مميزة. في كتير عالم ما بتحط لها هيدي الحامضة، فجربوها صدقوني حتفرق معكم كتير. وبيرجع عندي هون هيدا الورق انا كمان ربطته، هلا راح سقطهم مع الكوسة والباذنجان. هودي العروق تبع الورق العنب ما بكبهم، بسقطهم بقلب الطبخة، هول بيعطوها حموضة مميزة للطبخة. طفت معهم مش بردقان، هذا اسمه أبوصفير. هذا الأبوصفير بقلب الطبخ لما يغلي في الحموضة تبعه غير الحامض العادي، يعني حامض على حلو على شيء طيب، حطوا معه أبوصفير كمان. نضيف معهم راسين من الثوم كمان. هبلش شيرهم من بعد ما بقيوا عندي على النار لمدة تقريبا 30 دقيقة، ما تحطوها أكثر، بتشوفوها أنتوا بتراقبوها، يمكن ياخذوا معكم أقل من هيك أو أكثر بشوي، المهم إنه الكوسة معكم ما تفرط. بسم الله. شايفين المنظر؟ هلا عم شيلهم كلياتهم. طلعتهم وحطيتهم بقلب الصينية وحبلش سقيهم بالمرقة تبعيتهم. بسم الله. بسم الله عليكم.
هلا عندي هون الطبخة انتهت. تعالوا شوفوا. شوف شوف. بسم الله. بدها هي تغطيس بالمرقة تبعيتها. مستحيل اوصف الطعم، الثوم، البهارات اللي حطيناها، ولا النعناع اليابس والكمون خاصة اللي حب عطيه طعمه جد جد كتير مميزة. هلأ هنغطسها هيك. بسم الله. ما تنسوا الحنطة اللي حطيناها كمان. أجرب الورق العنب بعضهم سخنين كتير. بسم الله. إذا حبيتوا الفيديو عملوا لي لايك، وخلي هذا الفيديو يوصل ل 2000 لايك. بحبكم كثير، نصحتين للجميع، اتركوني. بعد اصبر بيعمل هيك.